يومين يا معين وانا اسالك ها شو بنسوي؟ قول لي وين بنروح؟ شو الخدعه؟ شو الترك اللي انت بتسويه؟ ويا ستقول لي خير ان شاء الله استريح بنتيك الدله. دليتني بالدله هذه. شو فيك؟ وين بنروح؟ عدنان قول لي المفاجاه تكون مفاجاه يوم ان الواحد ما يخبر العالم فيه. صحيح انا مذهب لكم شيء واحنا حين في الدرب سايرين دبيمون. حلو الكلام بنسير وان شاء الله لو عد ترتيب لو اللي ببالي صار احنا بنعطي المشاهدين شيء ما شافوه في العالم العربي خاصة عندنا في البلاد في الامارات. فان شاء الله يستانسون ويانا وان شاء الله تستانس ويانا وتكون ردة الفعل الجمهور اللي موجودين ويانا هناك وانت والشباب اللي منتظرينه في العسل. انت شو بتسوي؟ بشوفه. هذا ناوي على شر يا جماعة. هذا بيسوي شيء انا اعرف اذا ما يقول يعني شيء كبير. على مهم اعزائي المشاهدين خلكم ويانا والله يستر. مشغول مشغول.